جينا اليوم لهذا المكان المبارك ان شاء الله باش يتم التاسيس ديال واحد الجمعيه فلاحيه اللي غادي تنظم المهن الفلاحيه وغادي تنظم الزراعات اللي هي كتحتاجها المنطقه. الدور ديال الجمعيه ان شاء الله بحنا اللي كنتمناو بغينا الناس المسؤولين ديال الجمعيه يقوموا به ويترافعوا علينا به كفلاحه هو يكون واحد التنسيق ما بين الاداره المسؤوله وما بين الجمعيه وما بين الفلاحه. بغينا كل منطقه نخصوا لها واحد الزراعه باش يكون على الاقل واحد الاكتفاء الذاتي لانه الامن الغذائي هذا هو الاساس. الجمع العام اللي درنا اليوم وهذا الجمعيه هذا المولود اللي ان شاء الله غادي يكون مولود بركه وخير على الفلاح بانه كيقولوا راه جاوا على اساس يساندوا المستثمرين ديال الدلاح. لا بالعكس حنا كنساندوا الفلاح، كنساندوا مول الناخي، كنساندوا جميع انواع الزراعات لما هو قانوني. ملي كنقولوا حنا راه الفلاح عنده حق بانه يمارس اي نوع ديال الزراعه التي لا تخالف القانون راه من حقه يمارسها. حنا مع التقنين ديال الدلاح مثلا، والدلاح باش نعرفوا جميع انا ما كندافعش عليه ولكن راه الواقع اللي كيدافع عليه. الدلاح عندنا راه هو اللي كيشغل واحد اليد العامله كبيره جدا، ولكن نشجعوا المستثمر في نفس الوقت نحافظوا على الفرشه المائيه يكون لا ضرر ولا ضرار ونشدوا العصا في الوسط، ماشي نكونوا متطرفين في الافكار ديالنا ونجوا نقولوا لا هاد المستثمرين ما بغيناهم في طاطا وجيب لنا انت مستثمر اخر، جيب لنا مستثمرين سياحيين، جيب لنا فتح لنا الملاجم اللي كاينين في طاطا وباش يشتغلوا الناس ديال طاطا. الا كان الهم ديالنا هو طاطا جيب لنا شي نوع ديال الاستثمار اخر اللي غادي يخدم لنا. حنا معروفين بزراعه النخيل ومعروفه بزراعه الحنه والفصه وغير ذلك من الزراعات الاخرى اللي جاتنا كالخروب وكذا، وما بما فيها الدلاح. الدلاح راه زراعه استعملناها واستثمرناها، والى هذا والى كان الدلاح ممنوع في المغرب كل شيء راه حنا مستعدين باش حتى حنا ما نديروش الدلاح. رساله نبغي نوجه للفلاحين ديال الاقليم وهما انهم يضبطوا الامور ديالهم ويحاولوا ما امكن الحفاظ على الفرشه المائيه ويحاولوا ما امكن انهم يمشوا في التقنين ديال الزراعه ديال هذا الدلاح هذا، ويتواصلوا مع السلطات الاقليميه اللي هي غادي تشوف واحد المخرج لهذا الفلاحه هذا ولهذا المستثمرين اللي غادي يكون في الصالح العام ان شاء الله.